عسى الحب والأمل هذا روح الله والروح القدس. سكر باب فرج أكسيل المظفر الثاني من منفاه الباريسي المؤقت يحييكم ويشد على أياديكم كالعادة. جدودنا يقولوا الصوف يتباع برزان برزان، الصوف يتباع برزان، مش على خاطر هكا تسخب ويوزن برشا، يفو لو بيزي، سي كوم لا بارول، يفو بيزي سا بارول، اوزن كلامك قبل ما تحكي في الحكايات الكبار. الحكايات كما نابل المهمة والخطيرة، مش الخطيرة، الخطيرة دونجوروز ان بيريل ان كا دو بيريل. في ايامات الحرب او ايامات الاوبئة او ايامات تفشي دين من الاديان ولا تفشي كورونا، ما نلعبوش في الطب يسكن ابل لي بروتوكول، في الريشيرش، في الريشيرش باش نجيبوا دواء، باش نعملوا انتيدوت، باش نلقاو لقاح ضد او دواء ضد يسكن ابل ان بروتوكول دو ريشيرش، اون ميثودولوجي، منهجية طبية علمية، مش حكاية شق ودق نخرجوا من الشابو ولا من العمل فيستا، نخرجوا دواها ولقينا الحل. في الطب ما فماش معجزات، لي ميراكل سي في بور لي زارتيست، بور لي ريفور، بور لي كرويون. Mais en science, il n'y a pas de miracle. Il y a une méthodologie. Femme manhajia fait le bahf. Femme statistique. Nekhlu mathalan 1000 mouat. 500 mourda bil coronavirus. Ou 500 mahomch mourda bil coronavirus. C'est ce qu'on appelle ليفي بلاسيبو، كي تعطي الواحد دواء وهو يسخاب وتعطي حاجه تعطي حربوشه وهي مش دواء، فيها سكر ولا اللي هو ولا نشا ولا هو، قولوا هذا دواء يداوي ضد شنو. فما ناس يبرا، مو مش برا على خاطر برا على خاطر حاجه اخرى، اللي تي اون فان سيكل تاع المرضي نتاعو. ونختاروا جماعه مرضى ونعطيهم 500 مرضى نعطيهم الدواء، و500 مرضى ما نعطيهم، و500 ما نعطيهمش المرضى، نعطيهم الدواء، واللي ماهمش مرضى ما نعطيهم حتى شيء، نعطيهم حاجه فشوش كذبه فسايه. في الالف هذوكم ديما في ال كوم نابيل سا، يطلع ال كوم نابيل سا العدد نتاع الناس اللي نحن نخلطوهم، ما نعرفوش شكون، هاي نختاروا هكاك وازار نعطيهم، ما نعرفوش شكون. ديما اللي عندهم امراض، اللي عندهم امراض هما اللي يظهروا. الى لقينا شكون، الى لقينا الدواء هذا اعطى اكثر لسمهم، اعطى ريزلتا اكثر في الناس المرضى، نتاكدوا انه المرض هذايا الدواء نتاعو لقيناه. اما الا جاو قد سي با بون، ما برا حد يبراو الاكثريه نتاعك ال 500 من 500، دونك فما ستاتيستيك حساب تسمى برا هذاك، ومن بعد يولي يعملوا له دي تيست وتحب له معناتها على 1000 و2000 وعلى دي كاتيجوري، واللي عنده سكر واللي ما عندوش، فيه حسابات
انا مانيش طبيب، مانيش بروفيسور في الطب انا، اما اللي نعرفه انا هي الميثودولوجي، فما تكنيك، وهذه سا برون بوكو دو طون. والدواء زاد مثلا لقينا لقاح مش في ليله يخرج دواء، يفو دي مليون دو دوز، يفو دي مليون دو دوز، ويلزم لو طون دو بريباري لونتيكور وكسخات هذاك من الحاجات الموليكول اللي هي تجي ضد. المعجزات لا يؤمن بها إلا الحمقى، إلا المؤمنون بالرب. العلم لا يؤمن بالرب، هو يحارب قضاء الرب. كيفاش حب يصدق الرب؟ ما فماش طبيب مؤمن، ما تجيش الطبيب يؤمن كان بالمخبر، كان باللابوراتوار، كان بالريشيرش. والدواء هذا اللقاح اللي يلزم ما يعتد به، يولي يعطيوه كما نابل سا، يولي ياخذ لاكور، ياخذ فيزا. الا كي مثلا نعطيو 1000 مريض، يلزم الاكثر، يلزم الاكثريه نتاع الناس لي في كونترير ما يضربهاش، لي زيفي سكوندير. هاكو لي فراج لي في سكوندير بالعربي، ما نعرفش تتقال العرضيه ولا شو باكو، لي في سكوندير. ديما كل ما تاخذ دواء يقول لك لي في سكوندير. مثلا المراه الحبله ما تاخذوش، اللي عنده السكر ما ياخذوش، اللي بير توندو ما ياخذوش. يعني اغلبيه الشعب التونسي عنده الامراض هذه، 70% من الشعب التونسي مريض بالامراض هذه. مثلا تو على كل 100 تونسي، على كل 100 تونسي بيتضربوا بالكورونا، حسب المعهد الاستراتيجي بتاع الطب نتاعكم، 70% من الشعب التونسي عنده الامراض المزمنه اللي الكورونا تقتل المريض بها. اللي بير توندو اللي عنده ضغط الدم موجود عندنا في عندنا عندنا الكذب، عندنا سكره من زبيبه، وعندنا زياده نسخاب روحنا. هو العالم كله ما لقاش الدكتور كمون، لقاه ش لقاه الدكتور كمون. انا جو كوني با سا بوزيسيون السيد هذا، انا جي ني با بيزوان دو لوي بارلي ولا دو لوي بوزي لا كيستيون. كان قال انا لقيت الدواء، هو يتسمى شارلاتون. كان قال لقيت الدواء وغدا باش نبيعوه، يتسمى كذاب. ما فماش فرق ما بينه وما بين سيدا النبي شعشع نورو سيدا، وانتوما بالكساوي والكرافاتات واللي بلابسين بالكدا ولاباس عليهم، ها وقارين تلقاه بانكيجي، تلقاه بروفيسور، تلقاه فارماسيان. جاو السيد النبي شعشع نورو والمزمر فيهم نحالوا 15000 مليون و500 زوز ملايين 10 ملايين، الصوار شيخ ذلكم اللي تحب تعرس واللي تحب تولد واللي حاب يطلق، اللي حاب صاحبه يطلق، طلق مرته باش ياخذها هو، واللي حاب درا شنو، واللي حاب ينتقم، واللي تمنى الاخرى عاقره تعقر ودرك الرويق هذاك. في الجزائر وفي المغرب وفي تونس فما ناس تو موجودين قاعدين يبيعوا فاش يبيعوا في الدواء ضد الكورونا. هذا نتاع سيدي بالحسن، وهذا نتاع سيدي بو عرقوب، وهذه نتاع سيدي العريان، وهذه تاع سيدي الحلفاوي، وهذه تدهن بها، وهذه وهمت سامارش تشري وتمنو. وفي العراق الشيعة مثلا، في العراق تو في الشيعة ما قبلوش كيفاش يسكروا لهم العتبات المقدسة، هبلوا تو يتلموا كما انتم تعملوا في تونس. المرض متفشي، وانتم تجيو خاطر تمنوا بربي اللي باش يحميكم، وتقعدوا بعد بعضكم وتعديوا بعضكم ومامنين انه ربي باش يحميكم. وانتم تقولوها الحقيقة، تقولوها، تقولوا مثلا قل إذا جاءت ساعتهم فلا يستأخرون، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنا ما خاف كان من ربي، عليه خاطر ربي في يده موتي وحياتي، وفي يده آخرتي، في يده دنياي وآخرتي. أنا نؤمن به وسلمت أمري لله، أسلمت أمري لله. هذاك علاش أنا مسلم. المسلم هو الذي يسلم أمره لله ولرسوله. عمل علي مزية فرج جمال.
إن الله وملائكته يصلون على جلال بريك، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ولا سيبيا صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي متأكد منها أنا بالنسبة لتونس، أنا أول حاجة نشكر عبد اللطيف المكي أنه سمع كلامي وما عادش يعمل كونفيرونس دو بريس في أماكن مغلقة. ما تتفكروا، ما ثلاث مرات فكرت بها، يعطيه الصحة كي سمع كلامي. أما مرة جاية البيبيتر أكل هذاك اللي يتكلم وتحطوا عليه كل الموبل اللي تحطوا عليه الميكروويف، إلى عندكم وزيرة اللي باش تتكلم قصيرة، علاش تحطوا لها حجرة تطلع فوقها يرى على راس قعر؟ تو منك مشيرة تسمع كلامي وما عادش تعمل كونفيرونس دو بريس دون دي زوندروا فيرمي فيني، ما عادش تعملها، سمعت كلامي اللي تعمل كونفيرونس دو بريس لبرا، سي بيان. علاش تتكلم باسم الدولة راكبة فوق حجرة؟ حجرة سقراط يرى على راسك؟ شد قعير هذا؟ والله شفت عند علي شورب تصويرة بن شويلال، هي فرحت شفتهم يعملوا في كونفيرونس دي بريس لبرا، دونك ما عادش فما نقص الامكانيه بتاع العدوى، فهمني شي ولا؟ اما الطفله مره جو سي با كاتب الدوله ولا مديره ولا شي با كوا فوق حجره خاطرها قصيره ما تنجمش تطلع على الميكروويف، ركبوا حطوا لها حجره وطلعت فوق باش فوق البيبيتر باش تتراها قصيره مسكينه، تلقاها توزن تلقاها طولها متر وغير ربع لي برا لوفي، ما هي قعره هي كيف؟ هي تو هما هي تنصح الوزير هذايا كيفاش تخليه يعمل تروا كونفيرونس دو بريس دون ان اندروا كونفيني؟ شكون قال الوزير هذايا مش مريض وقاعد يعدي وهي لهذايا مش تعدي، ولا الاستابليشمنت يخدم معاه، ولا الصحفيين مش ولا ما عداوش بعضهم، والخو يعدي خوه وعلاله يجيب خميس وخميس يجيب فرج. الله اكبر. il faut pas crier victoire tant qu'on n'a pas écrasé l'ennemi, tant qu'on n'a pas la tête de l'ennemi. Et pour l'instant, personne n'a la tête de l'ennemi. Ni la France, ni Rab Mahat Pasteur, ni Hatahatad. Pour l'instant, ils sont dans l'état d'état d'essai. Ils sont en train de faire des essais. فرنسا نهار اثنين باش تبدا لي تيست صحاح وباش يجيبوا 1000 واحد 500 مرضى و500 مش مرضى وخمسه باش يعملوا يختاروا هما الخلطه، ما نعرفش كيفاش يعملوا الخلطه، اما نعرف بروتوكولات خاطر انا نتبع شنو الحرب الجرثوميه، ملي انا صغير نتبع شو معناتها الحرب الجرثوميه والحرب البكتيريولوجيه والحرب الاقتصاديه والحرب الانتوكسيكاسيون نتاع البروباغندا وانتي بروباغندا، فهمتني؟ والاشاعه والاشاعه المضاده، انا هما يقراوا في تبت يدي ولا ما عرفش فيش يقراوا في تونس في الجامعه التونسيه كتب اخرى، كتب ما عندها حتى علاقه بالتعليم في تونس. انا جو نو سوي جامي دون لي سونتي باتو، اكثنيه المرسمه من الاول قالوا لك اقرا هذه نقرا كان هذاك، نو انا نقرا اير، انا جو شيرش لانفورماسيون بارتو. هذيك علاش انا فرج البارح ولا البارح ولا البارح ما بيل بلو، فرج قال يو سايي سايي شنو قال لي فرنسا القادة الدواء نتاع كورونا. قلت له فرج يهديك مش هذا الكلام، هذا فرنسا قالت الكلام هذا، سي با بوسيبل ما تتقالش الحكايه هذه، سي امبوسيبل ما تجيش. كيما واحد يقول لك اليوم الانسان هكا يمشي فوق مارس، سي با بوسيبل سي با فغي، ما عندناش امكانيات بور لانستون باش نسكن ونحطوا نهبطوا في مارس، ما يهمناش. قلت له فرج من التذاعه؟ قال لي مصر يحكي. قلت له مصر، مصر اسقط اسقل واسقط وسائل الاعلام في العالم هي في مصر من عهد عبد الناصر لهذه الساعه. عبد الناصر خسر حرب ويقول اللي انتصرنا في الحرب ومحقنا العدو، طياراته كلها تحرقت ويكذب على شعبه، واذاعه العرب تقول لهم انتصر محقنا العدو الصهيوني وما بحقناهم وعنا أسرى، ويكذب وهو جيشه تمحق. دونك المصريين قتلوا ما هذوما ما همش رشداء لا يعتدوا بصحافتهم. قتلوا هاي نحطوا بي اف ام، نلقاو بي اف ام يحكيوا على حكايه اخرى، لا فما فرحه لا تزغريب لا شيء. شفت التوانسه يسخفوا زاد في هوني في باريس خاطر سمعوا اللي البروفيسور في راولت في مارسي قال الملاريا نزيدوا معاه دواء اخر اعطى نتائج طيبه في بعض الحالات. اسكو الماء هذوما اللي براو متاكدين انهم براو من الدواء هذاك ولا خاطر هما اون فان سيكل بيعتهم مش الدواء اللي عطاهم؟
فما شكون مثلا فوق علينا ما تدخلش في الحكايه السجيب تحكي حكايه خاصه صعبه. بحكي لكم حكايه الدواه. بشرين ما يكفيش لانه 23 اللي براو هذول ربما براو كيما براو غيرهم. تو انا نحكي معاكم جلال بريك ربما انا مريض به المرض هذا وما يعمل لي في حد شيء. يمرض فيه جوست فيكم انتوما. Donc, pour pouvoir dire qu'on a un vaccin ou un médicament, il faut attendre entre 12 et 18 mois. 12 et 18 mois. Ou nous sommes encore dans les secondes, l'arbitre n'a pas fait le parti. Chouchou, la corona est en train de se faire. Le drame qui vous a donné la corona, c'est un drame qui vous a donné la corona. Ce n'est pas le cavalier, ce n'est pas le commandos, ce n'est pas le talaa. مش ليليت دو ليليت باش تهبط هذا اللي يضربوكم هذاك الجمهور يصفى كورونا في الفستير تسخن ورحمة أمي الكريمة لما تموت وموتات شنيع راهو شو انت الرواري نتاعك يسكتوا ما عادش يخدموا ايش يصير الدم نتاعك يتسمم وتولي ما عادش تتنفس هذوما يزريقوا وراهم وكشكشك تطلع راهم وعينيك تتقلب راهي وراه عذاب أليم راه عذاب ما بعده عذاب لا يقول لا تقتلنا لا محروقين ولا مغروقين انتوما باش تموتوا مغروقين في برواريكم الهواء باش تقطع كان ما تسمعوش كلامي الناس الكل تشد رب دارها الجيش كل المطاعم وما يمكن ينتج ماكله يبو كسكروتات يدبر فرا العمد هكا نبيل القرو مثلا نبيل القرو بصراحه نبيل القرو انا مخابرات راه نبيل القروي مجرم مجرم ونذل وقذر ام عمل حاجه باهيه بركة لتونس انا نستعرف له فكرت وقلت لكم وقتها نبيل القروي يلمد في اسامي الفقهاء ويعمل بيج داتا باش وقت الانتخابات يجيبهم يصوتوا له وهذاك اش عمل له نجح فيه ولا نبيل القروي مش عنده ادريسات بتاع الناس اللي عاونت وعنده ريزو كامل هذوك البيج داتا بتاع نبيل القروي المخابراتيه تفكها له الدوله وتحطها في البيج داتا نتاعها باش نعرفوا الفقراء في تونس وينهم كيفاش ستاتيستيكمون مش لازم بالادريسه تون في خريطه منين هذا من ولايه من هذا تنعرف وين بؤر الفقر وين بؤر الفقر رب الاول يوكل وشكون يخلص يكون تونس الكل ابن حمدي مدب يا حمدي مدب وقت انت ما تاخذ 50 مليار في الشهر في العام ولا مش الشهريه نتاعك انت في العام تاخذ 50 مليار هكا ولا يعني في الجمعه بريسك مليار هكا ولا وفما 55 جمعه ما في العام انت تاخذ في 50 مليار دونك تاخذ بريسك مليار في الشهر هكا ولا شوف لا مواتي تورتين باش تفك هالدولة علاش حرب بالزب ما نلقاوش علاش نشدوك نلقاو عندك سيرتانمون ايفازيون فيسكال عندك سيرتانمون مشاكل فما واحد في تونس يولي كرزة كيكا جونتي سورتو برومي دو لا كلاس سي با بوسيبل كيما الاخرى كانت اسمها هي ستا اكاستا شكاو بها اللي قراو معاه في الاش او سي قالوا لها راهو تخرج مع المعلم مع البروفيسور وعطاها 18 قال اخي هولي دار اش عمل هولي دار مو في عهد بن علي بنديه مو استا ابوها صاحب بن علي الروح في الروح صاحب الترابيزي والروح في الروح اخي المدير نتاع الاش او سي قالوا له اسمع ولا البروفيسور قالوا له تو باش تعاودوا لها الامتحان مش 18 المره ذي يعني شماتها في القعار هذا عقار السواحليه هكا ولا يا بنت ستا اما اللي ما حبكش تدخل معاه للحزب انا نعرف شكون ما نحبش ندخل في الحكايات الخاصه مره اخرى اما نعرف علاش ما حبوكش تجي للحزب هذاك ما يهمناش فيه دونك كي سي كان واحد يقول لك راهو لقاو الدواء نتاع كورونا نيكوبونيا دماغ كرد مغشيش
عبد خول انا تو كنت لبرا راه بصراحه كنت لبرا دخلت يا با لونتون تو دخلت قال لي فرج راهو ماكله بعضها وفما واحد اسمه دكتور كمون هذاك علاش معرفش اسمه انا قال لي دكتور كمون ها يا سيدي قال لك القد واعي جو سي با سكي لا دي سو كمون لا مي سي لا دي كي لا تروفي لو ميديكامون سي ان شارلاتان وتوا نشكي به الالمان يطردوه كان قال لقيت دواء وغدوه باش نخرجوا ولا شنو الحكايه اللي قالها لي فرج انا نشكي بدين والدي سي كريل دو راكونتي دي معناتها دو بوبار دو شارلاتانيزم فما ميثودولوجي فما ميثود نتاع خدمه باش يكون صحيح الدواء انا عطيت مثلا بالزهر شو شو فما ناس عندهم وصلوا في المرحله الاخرانيه النهائيه ستاد فينال دو المالادي بدنهم عمل لونتيكور وغلب انا نعطيه ضد الملاريا مخلط مع دواخر وهم براو انا برا هما باش يبراو بطبيعتهم وزيد الدواء هذايا تعطاش هكاك اون ديبي دو مالادي في الملاريا يعطيه وقت اللي باش يموت يعطيه اون كا دو كومبليكاسيون غراف ما تعطاش هكاك كوكتيليل ولا توكتيليل ولا تيلين فرج حافظ اسمي فرج قاعد قاعد خلينا سكورمي بوف بوف ينجر فيهم كعبات سكور كوش نعملو كعبتين شراب وزوز قجوات بر وكان الليلة شتحت لكم قالوا لي يا جلال يا جلال تحب تعمل كي نرمينا صفر رشتح لنا عليه نشتح لك عليه نشتح لك انا بنصيفة نشتح لك شكونك انت باش انا نشتح انت احمد ربك عشت في العصر اللي انا عشت فيه واحمد ربك قول الزح جلال بريك قرا اسمي دين امه فو ني سافي با افي كي فو بارلي فو لي تونيزيان راه انتوما ما تعرفوش قيمة انا الفرنسيس يعرفوا قيمتي اي ساف سكو جو بيز اي سكو جو فو انا استشارو انا استشارو اي استشاروا ومن صغري سني راهو حتى في دارنا في دارنا وانا صغير استشار ترى نشوفك الشايب عرب شنو رايه في الحكايه ونقول لهم سكت على فمك وتقول لطف 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 تقول ما ساكن وجن اسكت اسكت اللطف اللطف منين جاك منين جاك العفريت امي تخاف مني ملي ولدتني عينيا تعملك قالت هذا يا مسكون وعلاش امي ما حبش ترضعني 40 يوم علاش خاطر الشيطان وشو الكون حكى لها شكون علم حكايه الشيطان والجن ومسكون وسكن وما نرضع ومتهنى الا يعمل 40 يوم صوروني ليك كبري 40 يوم ما بستنيش وما رضع شكون يا رب كيف انا بيبرون دي نمو اللي عطاهولي نشرب فيه انا كيفاش وكلوني دي الرب لو بتي بيبي جيتي شفت بديت بانديكاب من صغري لانديكاب واكبر انديكاب في حياتي اني تونسي كيفكم شعبنا وان ثور او ما تبقى منه وانها لثورة حتى النصر يا موجي الرحوي تكون راجل ونحط اليد في اليد موجي الرحوي هاو قدام الشعب التونسي اما وي رجال ناري على تونس وناري لا مش على القمح ناري على قداش من قرن دو غاشي الغاشي وكفيكم يا دين الرب اللي اعتمد وليعتي